على المرأة الحامل في الشهر الرابع اتباع نصائح معينة للحفاظ على صحتها وصحة الجنين. يجب أن تحرص على تناول الأغذية الصحية التي تحتوي على العناصر الغذائية بما في ذلك الخضروات والفواكه والمكسرات والأجبان. ويجب البداية بالنوم على الجانب، ويمكن للحامل الاستعانة بوسادات الحمل الخاصة التي تساعد على ذلك. ويجب تناول كمية كبيرة من السعرات الحرارية من خلال إضافة المزيد من الوجبات الخفيفة إلى النظام الغذائي. ويجب الحذر من تناول أي دواء دون اللجوء لاستشارة طبية. ويجب متابعة ممارسة رياضة الحمل، هذا في حال عدم وجود مشكلات. ويجب الحرص على زيارة الطبيب لمتابعة الوزن وملاحظة التطورات في نمو الجنين. ويجب تجنب التدخين أو الجلوس بجوار المدخنين. ويجب تجنب تناول الأطعمة والمشروبات التي قد تعرض الجنين والحمل إلى الخطر، مثل اللحوم غير المطهية أو السمك الذي يحتوي على الزئبق أو البيض غير المطهي أو الحليب غير المبستر. ويجب على الحامل اختيار الملابس الداخلية القطنية لأن الإفرازات المهبلية قد تزيد خلال هذه الفترة. ويجب المحافظة على نظافة المنطقة باستمرار. ويجب استشارة الطبيب أو الصيدلاني بشأن استخدام مرطب خاص لتخفيف احتقان الأنف. ويجب استشارة الطبيب بشأن التمارين الآمنة. كما يعد الشهر الرابع من الحمل من الشهور التي قد تشعر فيها الحامل بالراحة مع اختفاء بعض أعراض الحمل المزعجة. من أهم الأعراض التي قد تلاحظها الحامل في هذا الشهر أن الشعور بالغثيان والتقيؤ يقل، ومعه تقل آلام الثدي. كما يحدث المعاناة من الإمساك والنسيان بعض الشيء وصعوبة التركيز، ويحدث شعور بحركة الجنين في آخر الشهر، وتعاني الحامل من الحرقة في المعدة، ويمكن ملاحظة نزول الدم من الأنف. كما تلاحظ الحامل إشراق البشرة نتيجة زيادة تدفق الدم فيها. كما تلاحظ التقلصات والآلام الحادة في الساقين. كما تلاحظ زيادة في إفراز الزيوت في البشرة ما قد يسبب حب الشباب.